مرحبا بكم اليوم الناس الكل في قناتكم مساحة. اليوم راجل القنوشي يدافع بقوة نبيل القروي، وقال نبيل القروي سيخرج معززا مكرما من السجن عبر رئيس حركة النهضة. راجل القنوشي عن ثقته في إنصاف القضاء لرئيس حزب قلب تونس نبيل القروي. وقال القنوشي في حوار مع قناة عربية أن القروي سيخرج معززا مكرم من تهمة التهرب الضريبي. وكشف الصحافي خليل الكلعي الذي أجرى الحوار مع رئيس حركة النهضة بأحد القنوات العربية عن تصريحات الغنوشي بخصوص مسألة التطبيع مع إسرائيل، وأعرب رئيس البرلمان عن أسفه لموافقة حزب العدالة والتنمية الإسلامية على قرار المغرب التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأضاف القضية الفلسطينية مقدسة في تونس وتشكل حالة إجماع ولا جدل بشأن رفض التطبيع مع إسرائيل.